بلاغ عاجل. بن شرقي يخرج بأول رد على السيد نصر بعد إقحام اسمه في قضية المالي. رفض الدولي المغربي أشرف بن شرقي مهاجم فريق الريان القطري لكرة القدم التعليق على الأخبار التي أشارت إلى أن صفقة انتقاله إلى الهلال السعودي سنة 2018 تعتبر من بين التهم التي تواجه سعيد النصر رئيس فريق الوداد الرياضي المتابع في حالة اعتقال. وقال بن شرقي في تصريح مقتضب لجريدة هيسبورت: لا يمكنني التعليق على هذا الأمر، أنا لاعب ومهمتي داخل الملعب وليس خارجه، تركيزي منصب على مهمتي داخل المستطيل الأخضر لا غير، هذه الأمور بعيدة كل البعد عن مهامي. وشمل استنطاق النصر فيما يتعلق بالمبالغ التي حولت إلى حسابه البنكي مبلغ 2 مليار سنتيم، والذي قال بأنها حولت إلى حسابه من نادي الهلال السعودي مقابل صفقة اللاعب أشرف بن شرقي. ولم تكن هناك إشارة أثناء استنطاق النصر إلى تحويل دفعة مالية من حساب إسكوبار الصحراء إلى حساب نادي الوداد الرياضي الذي يترأسه سعيد النصري، وهو ما يجعل النادي في منأى عن أي شبهات في هذا الصدد. وكان المكتب المسير لنادي المغرب الفاسي برئاسة مروان بناني قد طالب بنصبه من صفقة انتقال بن شرقي إلى الدوري السعودي، مؤكدا أن قيمة الصفقة تبلغ 3 مليارات و700 مليون سنتيم.